اليوم حنعمل مع بعض حلو، واللي هو حيكون سوكسي او بسكويت بالحليب، عفوا بسكويت بالشوكولا، وعندنا السميد مع جوز الهند. هلا حنشوف مع بعض مقادير السوكسي. عندي 6 علب بسكويت، سكر طبعا، بسكويت مكسر، حليب، زبده سائله وكاكاو، برش ليمون، فانيل وماء الورد وبيضه. حنشوف هلا مع بعض مقادير السميد بجوز الهند. سميد ناعم، سكر، جوز الهند، حليب وزبده وقرفة عيدان، كمان عندنا فستق حلبي للزينه. هلا حنبلش مع بعض بتحضير اول عمليه. حنبلش بالسوكسي، بنحط بوعاء على جنب، نكسر البيضه بالوعاء وبنخلط البيضه بهالشكل. هلا فينا نحن نستعمل خفاقه يدويه او خفاقه كهربائيه. هلا بننزل الفانيل على البيضه. الفانيل بيساعدني على قتل لحتى يروح طعمه الزنخ من البيضه، كمان برش الليمون بيعطيني طعمه كثير طيبه، وبيساعدني كمان على اخراج الماده الزنخه من البيضه. حركها بهالشكل. هلا بننزل السكر بشكل تدريجي مع عمليه التحريك المستمر. نزلنا السكرات، هلا بنصير بنحرك بشكل سريع شوي مشان السكر مع البيض ياخذ التماسك ويختلط كله مع بعضه. هلا بنشوف مع بعض كيف بس نحرك السكر مع البيض بيعطيني لون ابيض، هيك الدلالة انه نحن عم يدوب عنا السكر والبيض مع بعض بهالشكل. مثل ما نكون شايفين تغير لون البيض والسكر، صار لونه ابيض. هلا بنزل انا بماء الزهر او ماء الورد، كمان بنخلط مظبوط لحتى تختلط المواد كلها مع بعضها. هلا صار مثل ما انكم شايفين صار الخليط ميرينج ابيض. نرجع بنخلط مظبوط. يعني الخفاقه اليدويه بتساعدنا، بس اليوم انا اخترت لحتى نخفق مع بعض. الخفاقه عفوا كهربائيه بتساعدنا، بس اليوم انا اخترت رح نخلط مع بعض مشان تشوفوا العمليه مع بعض. هلا بننزل الحليب على الخليط ومنحرك. هلا مثل ما انكم شايفين صار عندي هلا المواد السائله حنزلها، صار عندي الخليط سائل. برجع بنزل الزبده السائله كمان مع الاستمراريه بعمليه التخليط. منحرك، حرك مظبوط. هيك صار عندي انا. هلا حنزل مع بعض الكاكاو. هلا هيك مثل ما انكم شايفين صار عندي انا الخليط بهالشكل، الزبده مع الحليب، صار عندي سائل. هلا انا لحتى يتماسك الخليط مع بعضه حنزل الكاكاو بشكل تدريجي. نزل شوي شوي ومنستمر بعملية التحريك. نخفقه بهالشكل، كمان كاكاو. هلا نزلتهم أنا على مرحلتين للكاكاو. هلا بخلط، بشوف أنا وعم بخلط بصير عندي تماسك بالخليط. الكاكاو بيعطيني تماسك للخليط اللي حضرته قبل. نحرك مظبوط مثل ما انكم شايفين عم يشد الخليط عندي انا. هلا نحن فينا نعمل السوكسي او بسكويت بالكاكاو، كمان فينا نعمله بالحليب. هلا مثل ما انكم شايفين
صار الخليط أنا عندي متماسك مع بعضه. بنزل البسكويت على، هلا أنا ما عاد بستعمل خفاقة، بستعمل معلقة. بننزل البسكويت ومنحرك بهالشكل، حرك بشكل. أنا نزلت مثل ما أنكم شايفين نص البسكويتات على الخليط، أنا مشان تتحرك كل المواد مع بعضها مع البسكويت. حرك بهالشكل. نرجع كمان بننزل باقي البسكويت وبرجع بحرك. حرك كمان، أنا كل ما حركت كل ما عطاني شو تماسك له. مثل ما نكون شايفين أنا مقطع البسكويت بشكل قطع كبيرة. هلأ نحن مشان بس بدنا نقطع السوكسي مع بعض. طبعا السوكسي حنقول أنه بس تخلص العملية بهالشكل، بس تخلص عمليتنا بالتحريك المستمر، حنلف السوكسي بشكل أسطواني وحنحطه بالفريزة. طبعا حط السوكسي بالفريزة بيستغرق عنا تقريبا. هلا بالمرحله الثانيه حنشوف مع بعض كيف حنلف السوكسي مع بعض، وحنشوف كيف بدنا نحضر السميد مع جوز الهند. هلا هيك اختلطت المواد كلها مع البسكويت مثل ما انكم شايفين. هلا نحن فينا نحن حنلف بورق النايلون، ورق النايلون. بالمرحلة الثانية قلنا حنشوف كيف رح نلفها. ليش؟ أنا حخليها شوي، لأن نحن فينا نحط نحن السوكسي بالفريزة من 4 ساعات لخمس ساعات، وفينا بعدين نستعمل، أو فينا مدة 24 ساعة يوم كامل. هلا صار عندي السوكسي أو بسكويت بالكاكاو جاهز. وصلنا هلأ للمرحلة الثانية اللي حنعمل مع بعض سميد مع جوز الهند. تفضل. حنشوف كيف بدنا نلف السوكسي بالمرحلة اللي عملناها بالأولى. هلأ بنحط طنجرة على النار، نشعل غازنا. هلأ مثل ما أنكم شايفين أنا عملنا نحن السوكسي ولفيت أنا قسم منه، وحنلف مع بعض القسم الثاني. هلأ بنايلوني بنحط نايلون على القطعة اللي بدنا نلفها. بننزل نحن السوكسي على النايلوني ونوزعه بشكل طولي بهالشكل. هلا بنساعده نحن بعملية اللف. طبعا نحن هون حطينا الطنجرة على النار، بننزل الزبدة على الطنجرة، خليها لحتى تدوب. بس تدوب احنا بنكون لفينا السوكسي مع بعض. هلا بنعمل عملية لف بهالشكل، وبنكبس بايدنا بشكل طولي بهالشكل. نرجع بنضبها على الجناب، كمان بنرجع بنكبسها شوي. عم بستعمل انا الاصابع بكبس السوكسي، برجع بلفها كمان لفي تاني، وبرجع بشد انا وبكبس على الطرف. هلا بهالاثناء دابت عندي الزبده، برجع نزل السميد على الزبده وبحرك. هلا انا ما بحمص السميد كثير مشان ما يصير يعطي لون، انا بدي اياه لونه ابيض. هلا بنرجع نكفي السوكسي مع بعض. مثل ما انكم شايفين صار عندي السوكسي هيك بشكل طولي بشكل اسطواني، صار جاهز. نبرمه بهالشكل مثل الساندويش، كأنه عم لف ساندويش. نكبسه من الطرفين وبصير عندي أنا السوكسي بهالشكل جاهز لا ينحط بالفريزر. هلا أنا بهالأثناء بحرك السميد، حركه مثل ما قلنا أنا ما بحمص السميد، بس بخليه يتحرك مع الزبدة لحتى تدوب الزبدة، يعني تقريبا بنسفه شوي صغيرة. بعدين بنزل عليه الحليب. بهالشكل
مثل ما نكون شايفين كيف صار عندنا قطعة السوكسيه صارت جاهزة لنا نحن منحطها بالفريزر من 3 ل 4 ساعات أو فينا نحطها يوم كامل حسب الرغبة. هلا هيك الحليب صار عندي جاهز مع السميد. هلا بنزل السكر على وبحرك على السميد. حركها طبعا لحتى يدوب السكر انا حنزل المي. ومثل ما انكم شايفين انا هون في عندي قرفي عيدان، كمان حنزل قرفي عيدان. انا ليش مستعمل هلا؟ فينا نستعمل نحن القرفي الباودر، طبعا نحن للزينه فقط، لانه اذا حطينا الباودر بقلب السميد بصير عندي انا لون اسود، انا بدي السميد يكون لونه ابيض. طبعا نحن قلنا بنحطها، حيكون معنا جوز الهند، حنحط شويه جوز هند نص الكمية ونص الكمية للزينة، حيكون معنا فستق حلبي مبروش. هلا حنزل المي على السميد مشان يدوب عندي السكر. طبعا كمية المي بدها تكون نحن مناسبة للسميد اللي بدنا اياه، فينا نحن نخليه رخو شوي وفينا نخليه سميك حسب الرغبة. هلا هيك مثل ما انكم شايفين يعني طريقة سهلة كتير وطيبة كتير وشبيهة بالمامونية. هلا هيك بنخلي يغلي عنا السميد، بعدين بنحطه ببريكس وبنرش على وشه قلنا جوز الهند مع الفستق الحلبي. قدمنا الاطباق، طبق حطينا البسكويت مع الشوكولا بجوز الهند، وطبق حيكون ساده، وطبق حيكون بفستق حلبي، وهي السميد كمان بالسوكسيه عفوا، والسميد بجوز الهند قدمناه بهالشكل، وفينا نقطعه نحن قطع ونحطه. أوكي. وهيك كانت حلوياتنا لليوم. أوكي. وصحتين وميت هنا للجميع.